خلي الله معك يا أغا، مع السلامة. حسن تعال هون. مور أغا. هذا الرجال اللي مع حق يا أغا مو عثمان المهرب ابن حمدي الأعراج؟ مزبوط أغا، طلع جديد من الحبس وهلأ هو وحقي صحبة كتير بهالأيام. طيب روح لشوف. أمرك يا أغا. شو ما خلص شغلنا؟ بقيان شوي سيدي، الجبصين رح ينشف. أعطيني سيجارة. سيدي يمكن رح تستغرب، هي أول مرة بزعل على العكاش بتعرف؟ ليش؟ حاول كتير إنه ما يموت بس ما زبطت. ما بتعرف يا أندار، بلكي حاول كتير إنه يموت. إذا بدك الصراحة ماما ما توقعناكي ترجعي بهالسرعة. ليش؟ ما بعرف، عندك شغل كتير وتحضيرات للزواج. مروة حبيبتي شو عم تقولي؟ لا تنسي إنك عم تحكي مع أمك. حكيك هيك بعصبية ما كتير حلو. بعتذر. تحكي اللي بيطلع معك بدون ما تحاولي تفكري، واللي عملتيه مع مراد على التليفون كتير قلة ذوق. وهو كيف بيتدخل وأنا عم بحكي معك؟ لأنك خليتيني أبكي على التليفون وهو ما تحمل. طبعا ما عم يتدخل، بس بيناتنا عم يتدخل بأبونا كمان. أنا رايح على غرفتي. ماجر عاد لو سمحت، لسه ما خلصنا حكي. مراد ما تدخل بأبوكم. كل هاد وما تدخل؟ الموضوع انتهى. وشو قصدك؟ أبوكم راح. شلون راح؟ شو يعني راح؟ لوين؟ اسمعوا حكي امكن منيح، عم تحكي المزبوط. اجا لهون استغلكن وبعدين راح. ماما مستحيل، ليش لا يروح؟ ما بصدق. ما كان بده اياكن انتو. شو اللي بده اياه لكان؟ مصاري، مصاري وبس. شو هي؟ ريب تعرفي. براس بابا حتى يوقع لكم هالورقة. شو عم تحكي مروة؟ قصدك حدا خلى أبوك يوقع الورقة بقوة سلاح وأنا جبتها لهون وحطيتها قدامكم، ما هيك؟ أنا بعرف منيح كيف بتمشي الأمور هنيك يا مروة. أنا منشان ما تقروها، بس منشان ما سمعكم عن أبوكم كلمة وحدة سيئة. بتعرفوا قديش تعذبت؟ أكيد ما بتعرفوا. بس نحن أبونا اللي منعرفه. أنو معرفي؟ معرفة شو؟ ليش أنتو شو اللي بتعرفوه عن أبوكم؟ أليف لا تتعبي حالك، ورجيهم وإلا ما رح يقتنعوا. ما بيقتنعوا، ورجيهم. ايه وين كنا؟ بالمصاري. ايه 500,000 دولار. بالأول وقع هاي. وشو هاي؟ وثيقة حضر المحامي، بيان بأنك رح تتخلى عن حضانة الأولاد تحت أي ظرف أو موقف وللأبد كمان. هات المصاري. في معك علم؟ الحالة النفسية لواحد باع أولاده ب500,000 دولار كيف بتكون؟ لا تحط ببالك لك شغلات. بعد 8 سنين طلعت على الساحة وسببت خلل بحياة أولادك.
وحطيت المصاري. مروة تركيهم بنتي، أنا رح جن يا ماما. تركيهم يقعدوا لحالهم شوي، رح يرجعوا لعندك لحالهم، لا تقلقي. يا ماما بتعرفي شو الأسوأ من هيك؟ إذا أنت بتقولي لي شيء أنا بصدقك، وإذا أمك بتقلك شيء بتصدقيها، لأنه أمك اللي عم تحكي ما بتسألي حتى. شوفي حالتنا، ورقة موقعة وكاسيت، يعني هذا دليل قاطع. ما عم يصدقوني غير بطلوع الروح. كله من هداك الشيطان بهجة، لعب عقول هالمساكين وراح. لا تلوميهم، لساتهم صغار بنتي. ألو. نعم. مساء الخير ست زينو. مساء الخيرات رجعانا. في شي بدي اقول لك اياه، يمكن الموضوع ما بيخصني بس. بس شو؟ شفت حقي بالقهوة معه واحد اسمه عثمان، انا بعرف عيلته، مهرب ما منه خواص، وكان محبوس كمان، طلع جديد بالفترة الأخيرة، انشافوا كتير مع بعضه. تسلم، منيح اللي خبرتني. هذا أخوكي، إذا صار له شيء أنت كمان رح تتعبي يا ست زينو. يمكن أنا عم بتوهم، بس حبيت يكون عندك خبر. خير ما عملت رجعاها. مع السلامة. الله يسلمك. زماناتنا كنا رح نوصل، هلأ قاعدين عم نشتغل لحتى نحميه من الدنيا. هذا فيلم جديد، فيلم حب، إن شاء الله يعجبك. أنت ما بتحب أفلام الحب؟ لك أنا ما بحبهم، بموت فيهم. ليش طفيته؟ مشان تفوتي بجو الفيلم. جو شو؟ مشان تحسي حالك بالسينما، هيك رومانسي أكتر. شي مرة أخذت بنت على السينما؟ كتير، كذا مرة بالأسبوع. شو؟ وين؟ بزماناتي كنت عايش بلاس فيغاس. شو جنيتي يا بنت؟ وين بدي أخدهم؟ بدك العالم يقوصوني؟ إيش بعرفني أنا؟ مو أنتو الرجال هيك؟ Hani film seyredecektik? Bozuntuya verme. Farz et burası sinema. Yapma. Ya kızım film kaçmıyor. Efer beni. Yeah.